سمعك مواطن، يا انا غير ريح راه معاوني اخوتي، والله لا غير كولوندر، عييتها عيا ولا يا خويا با يسقسيك، انت والي ولا ابو هالي؟ الا ابو هالي معليش نعذروك، بصح راك والي يا خويا، راك تمثل في دولة، اهضر بدبلوماسية، اهضر بدبلوماسية، حشمتنا يا ولد عمي، راك كبير على سبوعة تاع وهران، راك كبير على هذيك الكلاسة اللي كنت فيها، ها هاو هاكا تهضر مسكينة مع معلمة مسكينة كبيرة، عندها كارير تاع خدمة. مربي جيل كاين اللي راه كولونير كاين اللي راه طبيب كاين ان شاء الله بربي كاش كولونير هكا طرا عندها ويشوفك يجي تيري عليك شو ولا هذا هشم على روحك كيفاه قالت لك مسكينه قالت لك هذا الطوابل راهم من وقت الاستعمار وسيفري راهم من وقت الاستعمار وهذوك الكوليجات بروحهم تاع الاستعمار ماكش باغي تشوف هذو تاع الاستعمار هدمهم وطلع دير حيطانك دير حيطانك لا حيطان تاع الاستعمار ودير حيطانك ها طابلة كاع ما مدقد كاع مقلوع جد والديها كي غادي يقرا التلميذ نفسيته تتعب كي يجي داخل وين راه داخل ها طابلة شوالة مادرية نخدم لكم كاع طوابل لي هاك تاع اللوح ما فهمتش انا انت تخمامك كي داير هادي هضرة تهضرها معاها ها ما تحشمش على روحك هادي راهي مرا كبيرة صاحبيها مع الشيطان وراهي معلمة هم معلمة احنا عندها مكانة في المجتمع الجزائري راهي مطلعة جيل واجيال واش من جيل هو راكم رايحين بها هذه دروك تما تقولي هذه جزائر جديده ها ها هاكا راكم مدخلينا في حديده وصاي انا الشيطان صاحبي هو راك غير دهم متعفس وين وزيد انت البروتوكول تقول هاتي زيفو الا ماجر انت باين بروتوكول باللي قريت عند ماجر تاعي تي زيفو هذه الطريقه اللي كنت تهضروا بها كان يهضر بها دي غول هذه الطريقه اللي كنت تهضر بها نتايا هذه طريقه المستعمر هاكا المستعمر كان يحقر وكان يطغى وكان كيسموه انت فكرتني بالاستعمار ماشي طابلة جبدها كل شي حشمة الناس عم يتفرجوا الهضر معاك غاير وقاحة نكفو فقط العقوبة تاعكم البسق تهينوا في المواطن المسكين تهينوا غير في القلالين روح هضر مع المسؤول روح هضر مع السيارة الله يقعد عالمة الجفاف عمرك ما هضرت على الجفاف ملي جيت راك قارضها خاطش تغسل بالسعيدة وتغسل طوالحك في الديكريساج ديجا انت كاع ما تغسلش جبدها ما غادي نولي خسر كرهتوني حياتي انا راني كرطب معاكم